السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذوا العلم يا ربع. هذه يا حبايب قصة صارت في مدينة جيزان قبل سنوات، يعني قديمة. هذول ثلاثة شباب انسجنوا، تمام؟ في يوم من الأيام خططوا انهم ايش يهربوا من السجن زي اي كل سجين يبغى النحشب. المهم يوم من الأيام الربع بيخططون ذاك اليوم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ويجونك هاربين من السجن ثلاثة. اتفقوا كذا أخوي، قالوا أبي نبغى نهرب من السجن. طيب توكلنا على الله. هربوا يا حبايب من السجن، واحد منهم جاء كذا بيقفز من السور ويطيح، والظاهر تعور وما قدر يمشي، ما أدري انكسر. الثاني برضو يعني قفز وعدى مسافة، لكن سبحان الله لحقوه الحراس يعني صادوه. أما الثالث عاد هو بطل قصتنا اليوم، الرجال أنحاش. فين أنحاش؟ يعني أقرب منطقة له طبعا في جيزان اليمن. المهم الرجال لما راح اليمن طبعا جاء خبر ل يعني ل يعني أولياء يعني أهاليهم، بين عيالكم حاولوا الهروب وكذا كذا كذا، والولد ذا راح نبلغوا أبوه، قالوا والله ولدك هرب وانحاش، والله نتوقع أن الرجال هرب اليمن. طبعا أبوه إيش فكر؟ قال يا ولد أخاف إنه ذبحوه بالسجن ولا سووا له مصيبة، فقاموا يرجعون يقولون الولد هرب الولد هرب. قام الأبو ما صدق، يلا وهاتك شكاوي وهاتك تحقيق وهاتك مدري إيش وتحقيق مع مدير السجن ومع الأفراد ومع مدريين، وين فلان والسار معاه؟ يا أبوي الأدمي هرب، الأدمي هرب، شوف هذول معاه اثنين. قال مرة ولدي سويتهم في شيء، طلعوا لي ولدي. المهم استمروا فترة زي كذا. المهم الأبو في النهاية مسكين ما طلب شيء، ما في شيء، قالوا لي ولدك هرب وانت بكيفك، تصدق ولا بكيفك. المهم بعد فترة تقريبا الموضوع يمكن أخذ له حق أبو سنة سنتين تقريبا حولها، والله وشوي وجيك الولد يوم من الأيام. طبعا انقطعت أخباره نهائيا، لا يقدر يدق على أهله ولا يمه. يوم من الأيام الأبو قاعد في البيت إلا وهذا داخل عليهم اللي هو ولده الهارب هذا. وينك يا ولدي؟ وين كنت؟ وانا حسبك ميت، حسبتك كذا. قال والله يا ابوي هذا اللي صار، انا صراحه هربت مع اثنين من زملائي وتوقع انه ما عدوا، انا والله هربت على اليمن وما قدرت ادق عليكم، خفت ان التلفون حق البيت مراقب، زمان ما في جوالات ما في تلفون ثابت، خفت ان التلفون يكون مراقب شيء، فجلست هناك الحمد لله في اليمن ومشيت اموري الحمد لله، وقلت يا رجال برجع ما دام عدى سنتين اكيد الامور يعني هديت وانتهى موضوعي الحمد لله. المهم ابو قال الحمد لله رب العالمين ما دام انك طيب وبخير. طبعا ابوه ما بلغ ولا سوى شيء صراحه، قال يا ولد ما دام ولدي سالم وغانم الحمد لله. وقال ولده اصحك تطلع من البيت، مر لا تطلع توهقنا مع الناس والجيران يعرفون ويعرفون اني انا متمشكل مع السجن، لا تخرج من البيت، خلك في البيت أمورك طيبة معي إلين الله عدي برجع. المهم الرجال ذا نفسه معاه ولد ثاني الله يهديه شوية، يعني في طيش وفي يعني حركات الشباب. الظاهر إنه في قرية من القرى تحرش بنت، يعني بنت من البنات جامعة أو ثانوية، المهم تحرش بنت أو سوالها مصيبة، والله ماني عارف الموضوع يعني بالضبط. المهم قاموا طبعا أقاربها وأهلها بدأوا يطاردون الولد ذا، ولد الشايب هذا نفسه يعني أخو الولد الهارب. والله المهم طاردوا لين وصل البيت، عرفوا أن هذا بيت الولد. والله يجتمعون برا وصياح وهذا ينادون اطلع يا خسيس يا قليل الحياة يا اللي فيك يا مدري مين، اطلع إذا أنت رجال اطلع مدري مين، كانوا ناويين نية شر يعني مرة، يعني ناويين يا ضرب يا قتل، الولد مسوي مصيبة مسوي طاعة مع بنتهم وكذا. المهم الولد الكبير مسكين الهارب اللي في البيت سمع الصجة والرجة والقروشة ذي برا، يا ولد ايش فيه؟ والله المهم جاك ابو الشباب خارج مع فكة الباب الا واحد منهم قدامه، والله ويطلق عليه على طول، اطلق عليه صوب عليه، والله حبيب الولد مسكين طاح مكانه مات.
طبعا هذاك يحسبه الولد اللي هم يطاردونه طوال يطلق لانه شافه داخل البيت ذا قال بس هو طاح الولد مسكين ميت. والله جتك المصيبة الله المستعان. بعدين ابوه بعد كذا الشرطة عرفوا انه ولده اللي كان هارب وقالوا له ليه ما بلغت انا ليه ما فعلت ليه ما سويت. قال والله المهم تعرفون انا ما يعني خفت على ولدي. قالوا له طيب يلا احنا الان في قضية ثانية الان قضية قتل وجنائية وكذا. فقاموا الان الولد الثاني هذا الله المستعان مسكوه اللي قتل حطوه في السجن. بدوا طبعا اقاربه وكذا يحاولون في ابو الولد هذا الهارب والله ولدنا ما يدري وقتل الخطأ ولدك الصغير هو المخطي هو اللي اعتدى على بنتنا من هذا الكلام ويمين ويسار ويهديك ويرضيك ومحاولات ومشاكل قبائل. رفض قال يا ابويا ولدكم ينقص ما لي دخل قتل ولدي ينقص انا ابغى في شرع الله. المهم بعد كذا جاء يوم القصاص وسبحان الله وقتها يدخل فيها امير المنطقه امير منطقه جيزان يعني يتوسط ويعني يشفع عند ابو الولد هذا اللي هو الهارب. فكان قال خلاص ابشر لانه قال له قال ترى الولد هذا مسكين يعني قتل خطا وما كان يقصد وناس يعني اخذتهم الغيره يعني والحمية على اعراضهم يعني وانت ولدي غلطان برضه كمان. قال اقول لكم خلاص يا ابي انا ان شاء الله يعني ان شاء الله اني بعفو عنه لوجه الله عز وجل انا ما ابغى من احد شيء. قال له بيض الله وجهك. طيب في هذا الاثناء في هذه الفتره طبعا هم قد نزلوا الولد ساحه القصاص على اساس بيقصون. طيب هذه الفتره الولد الصغير الله يهديه كان متجهز ومعاه سكين في يده كمعه سكين يعني كان في باله من كثرة الناس ما يجون عند أبوه ويحاولون في الصلح قال أنا دم أخوي لازم أخذ أخاف أبوي يعفو عن القتيل عن القاتل والله لا أخذ حق أخوي لا أقتله أسوي فيه وأفعل. المهم هو واقف مع الجمهور مع الناس ينتظر والله شوية لو الناس تكبر وتهلل والحمد لله ويسلمون على الولد هذا مسكين يعني تعرفون العسكر العادة يكونون محوطين الشخص اللي بينقص. الله يجيرنا يا رب المسلمين. المهم والله يا حبيبي ينطلق لك الولد الصغير هذا الله يهديه المجنون وينطلق لك على الولد ذا يبغى يطعنه يبغى يقتله يبغى ياخذ حق اخوه. والله مع انطلاقته كذا ويشوف احد العسكر اللي محيطين بالقاتل والله حبيبي ويطلع سلاحه يصيحون فيه يصرخون عليه يا ولد يا ولد وقف وقف. ما هو موقف الولد من بلد بيقتل القاتل اللي قتل اخوه. والله المهم جيك واحد عسكري الظاهر شكله مسكين حتى ما مطلق مزبوط الظاهر بغى في رجوله ويجيك الطلقه في صدره يا حبيبي ومكانه على طول ويموت لك الولد الثاني وولد الشايب يعني هدوبه عفى عن قاتل ولده ولده الان الصغير يموت قدام عينه. يعني الله المستعان شوف كيف يعني كيف النهاية صارت. نسأل الله السلامة يا رب الله يجيرنا يا رب ويكفينا شر المشاكل وشر المصائب. فهذه قصتنا وسلامتكم إن شاء الله إنها أعجبتكم وإذا أعجبتكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك والله يتقبل منا منكم واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.